صحيفة آس الإسبانية كتبت عن بدائل زيدان المحتملة لتعويض غياب ثنائي لوكا مودريتش وكازيميرو. الصحيفة أوردت أن اثنين من الثلاثي إسكو، خاميس وكوفاتشيتش سيجدان فرصة المشاركة إلى جانب الألماني توني كروس في مباراة ريال القادمة أمام أيبار، وذلك بعد أن فرضت الإصابة غياب الثنائي لوكا مودريتش وكازيميرو. الصحيفة تحدثت عن الأرقام المميزة لثنائي الغائب من خلال المباريات التي شارك فيها مع ريال مدريد. إلى إيطاليا، حيث تحدثت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت عن تفكير ميلان في التعاقد مع البرازيلي أوسكار. الصحيفة كتبت عن تخطيط الصينيين الرامي إلى إعادة ميلان إلى هيبته، مبينة أن الإدارة الجديدة لتحقيق هذه الغاية رصدت مبلغ 100 مليون يورو، وسيكون تحركها في الميركاتو الشتوي بغرض التعاقد مع العديد من الأسماء التي سيكون في مقدمتها البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي، والذي لم يحظى على ما يبدو بثقة الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب الفريق. نهاية فقرة الصحافة.